طائرة الأشباح بتصطاد ركابة وبتخليهم يهلوسوا ويعيشوا بجحيم. بيبدأ الفيلم بمجموعة من المحققين يلي بيكونوا عم يحققوا بجرائم الطائرات. بعدها منشوف الأشخاص المسؤولين عن صيانة الطائرة وبيكونوا عم يتأكدوا من سلامة الطيارة قبل ما تنطلق. بعدها منشوف بنت اسمها جيفت عم تلعب بالطيارة مع صديقة لما بيسألها صديقة إمتى رح تروح على لندن مشان جامعتها، فبتقول له إن لغت الفكرة وما رح تروح أبداً، وبتفرجيه ورق خاص فيها بمدرسة الطيارين وبتكون مقدمة فيها وناطرة إنه يقبلوها. بعدها مننتقل للمطار وبيكونوا المضيفين والأشخاص ناطرين موعد الطيارة وبيعرفوا إنه رح تتأخر نص ساعة، ولما بيجي موعد الطيارة بيروح فريق الطيران على الطيارة مشان يستعدوا. بس فجأة بتوقف مضيفة منهم وبتصير تتذكر كلام الدكتور وقت يلي قالها بإنه ما لازم تركب الطيارة مرة تانية بسبب الحادثة يلي صارت معها من قبل بسبب الضغط تبع الطيارة. بس هي بتتجاهل كلام الدكتور وبتركب الطيارة وبيستعدوا كلهم للإقلاع. ومنشوف واحد من العمال عم يشيك على الطيارة من برا، وفجأة بيسمع صوت جاي من المحرك تبعه، فبيروح ليعرف شو هذا الصوت، بس فجأة بتسكر عليه الباب وبصير يخبط بس ما حدا بيسمعه. بعدها منشوف جيفت وهي راكبة بالطيارة، وفجأة بتنرمى لعندها كرة وبتكون بنت رمت لإياها، فبتلعب معه وبترجع لها الكرة، بس البنت بترجع بترمي لها الكرة مرة تانية، بس جيفت ما بتعد بترد عليها وبتاخد الكرة وبتحطها على جنب، بس بعد شوي بتطلع جيفت جنبها وما بتلاقي الكرة موجودة، وكمان ما بتعد بتلاقي البنت. وبتبلش الطيارة بالإقلاع وبيكونوا المضيفات عم يباشروا شغلهم ويجهزوا كل شيء، وبتكون المضيفة الممنوعة من ركوب الطائرة معهم كمان، وفجأة بتشوف شبح فبتخاف كتير.